استخرج العامل المشترك الأكبر للعبارة التالية: 4x للقوة 4y زائد 8x تكعيب y. وإذا كان المطلوب هو أن نستخرج العامل المشترك الأكبر، فإن المقصود هو أن نجد العامل المشترك الأكبر ونستخرجه خارج العبارة، وكأننا سنقوم بعكس توزيعه. حتى نجد هذا العامل المشترك الأكبر سأضعه داخل أقواس عندما نتحدث عن تجزيء العبارات، لأننا لا نعرف ما إذا كان X و Y سالبان أو موجبان، أو إذا كان أكبر أو أقل من واحد. لن يكون مجرد أكبر أعداد مطلقة، بل سيحتويا على أكثر الحدود تكرارا وأكبرها في أحادي الحد هذين. لذا دعونا نحلل 4x للقوة 4y إلى عواملها. ستبدو هكذا: نقوم باستخراج العوامل الأساسية للأربعة، وهي 2 ضرب 2 ضرب x للقوة 4، أي x ضرب x ضرب x ضرب x ضرب y. لقد قمنا بتوسيع حاصل المكونات الأساسية. الآن دعونا نفعل نفس الشيء لثمانية إكس تكعيب واي. سأفعل هذا بلون مشابه. إذن في هذه الحالة لدينا ثمانية إكس تكعيب واي، ثمانية إكس تكعيب واي. إذن العوامل الأساسية لثمانية هي 2 ضرب 2 ضرب 2، والآن سأقوم بتحليل x تكعيب، وهي عبارة عن x مضروبة بنفسها 3 مرات. إذن x ضرب x ضرب x، ومن ثم سنضرب كل شيء لدينا هنا بواي. إذن ما هي العوامل التي تعتبر مشتركة بين كل منهما؟ سنقوم بشملهم قدر المستطاع حتى نجد العامل المشترك الأكبر. إذن لدينا 2 من العدد 2 هنا و3 من العدد 2 هنا. إذن نأخذ 2 منهما كعامل مشترك، 2 من العدد 2. لدينا 4 x هنا و3 x هنا، إذا نأخذ العامل المشترك 3 x. ولدينا y هنا و y هنا، إذا y مشتركة بين كلتا العبارتين. إذا العامل المشترك الأكبر هنا هو 2 ضرب 2 ضرب x ضرب x ضرب x ضرب y، أو 4x للقوة 3y. إذن هذا هو ما أردنا استخراجه، وهذا يعني أننا يمكن أن نكتبه كالتالي: إذن استخرجنا العامل 4x تكعيب y. سيكون علينا أن نقسم كل من هذه على 4x تكعيب y، إننا نستخرجه كعامل. دعوني أعيد كتابتها: 4x للقوة 4y زائد 8x تكعيب y. وسوف نقسم كل من هذه العبارات على 4x تكعيب y. وأتمنى أن هذا منطقيا لكم، لأنه إذا ضربنا هذا سنقوم بتوزيع 4x تكعيب y على كل عبارة، ومن ثم سيتم حذفهما مع المقام حيث أنها موجودة في البسط والمقام، وبالتالي نحصل على هذه العبارة هنا. إذن أتمنى أنكم أدركتم أن هذه نفس العبارة. إذا أردنا أن نكتبها بهذه الطريقة ستصبح 4x تكعيب y، ونقوم بتبسيط كل من هذه العبارات. الأربعة تحذف مع الأربعة، ثم x للقوة 4 تقسيم x للقوة 3 تساوي x، y تقسيم y تساوي 1، إذا نحصل على x. ثم 8 تقسيم 4 تساوي 2،
x تكعيب تقسيم x تكعيب تساوي 1، y تقسيم y تساوي 1، إذن x زائد 2. طريقة أخرى تمكننا أن نرى ماذا تبقى لدينا عندما نقوم باستخراج العامل هي إذا أخذنا العامل المشترك، إذا نأخذ هذا وهذا خارجا، وما يتبقى لنا من 4x للقوة 4y نأخذ كل هذا خارجا لكن لا نقوم بتوزيعه، والشيء الوحيد الذي تبقى لدينا هو هذه الx هنا، سأضعها بلون مختلف. إذن تبقت لنا هذه الx، ولهذا السبب لدينا تلك الx هنا. عندما قمنا بتحليل 8x للقوة 3y قمنا بتحليل كل ما تبقى وحصلنا على العامل المشترك 4x تكعيب y وقمنا باستخراجه، وكل ما تبقى لدينا هو 2. بشكل عام لا يتوجب عليك دائما أن تمر بهذه العملية، يمكنك اتباع هذه الطريقة لكنها توضح ما نفعله بالضبط. يمكنك أن تقول انظر 4x للقوة 4y زائد 8x تكعيب y، يمكنك أن تقول أن العدد الأكبر الذي يقبل القسمة على 4 و8 هو 4، لذا نستخرج من هنا العامل المشترك 4، المضاعف الأكبر الذي يقبل القسمة على كل من x تكعيب و x للقوة 4 هو x تكعيب، ونقول أن أكبر شيء يقبل القسمة على y هو y، لذا نستخرج y من هنا. إذن يمكننا القيام بهذا بطريقة أسرع، نستخرج 4x تكعيب y، إذا استخرجت 4 من هنا فهذا يصبح 1، يتبقى لدينا x للقوة 4، وإذا استخرجت x تكعيب منها يتبقى لدينا x، وإذا أخذت y من y سأحصل على 1، إذن هذه العبارة تصبح x، وإذا أخذت 4x تكعيب y من هنا، إذا أخذت 4 من 8 سيتبقى لدي 2، وإذا أخذت x تكعيب من x تكعيب يتبقى لدي 1، وإذا أخذت y من y فإن هذا يساوي 1، إذن ما يتبقى لدي هو x زائد 2. وأخيرا أتمنى أن تقوموا بهذا ذهنيا لأنه أسرع.